حقق المغرب الجمعة اختراقا دبلوماسيا تاريخيا على ما جاء على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة بعدما حصل من الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب على إعلان مفاجئ يعترف بسيادته على الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة التي يطالب بها منذ عقود في مقابل تطبيع علاقاته مع إسرائيل. الدولة المغربية هي كانت أول دولة في تاريخ العلاقات وفي تاريخ الدبلوماسية دوليا اللي اعترفت بالولايات المتحدة كدولة وككيان. إذن الموقف الولايات المتحدة المعلن عنه فيما يتصل باعترافها بسيادة المغرب على 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 صحرائه هذا موقف إيجابي ومرحب به. إنما هذا الاعتراف خاص يكون فعال، بمعنى خاص يجوا من موراه عدة مشاريع، يعني سفارة أمريكية خاصة تكون مثلا في الصحراء، خاص يدعم التحركات اللي كيدير المغرب والمشاريع الكبرى اللي كيحاول أن يديرها لا في التوجهات الاقتصادية ولا التوجهات السياسية. وكنتمنى أن الدول الأخرى تأخذ النهج ديال أمريكا باش أن هذا الموضوع يتحسم. ورأت الرباط في تطبيع العلاقات مع إسرائيل جزءا من استمرارية مرتبطة بخصوصية المغرب من خلال الروابط بين الملك والجالية اليهودية. كانوا علاقات مع إسرائيل وكنشوفوا أن مغاربة يهود كيجيوا للمدينة ديال الصويرة ويحتفلوا بالأعياد ديالهم يعني بكل حرية، وما حتى شي واحد ما كيهضر معاهم، ما كيبقاو أنهم غاربة. ولكن القضية ديال أن المغرب يطبع العلاقة ديالو مع إسرائيل كتبان لي عادية. ويطالب كل من المغرب الذي يسيطر على ثلثي مساحة الصحراء الغربية والانفصاليون التابعون لجبهة البوليساريو بدعم من الجزائر بالمستعمرة السابقة. وقد توقفت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على هذا الصعيد منذ ربيع العام 2019.